مشروع عصير القصب على موتوسيكل، اروي عطشك بتلاتة جنيه. مشروع عصير القصب على موتوسيكل مشروع توصل اليه عادل كمال ليعيش واخواته الستة ووالده حياة مستقرة ويتغلبوا على الأزمات المادية التي تلاحقهم باستمرار بوضع ماكينة العصير على الوسيلة المتنقلة تروسيكل، على أن يتقاسم الأشقاء العمل عليها في مناطق شعبية. عصير طبيعي ومش مغشوش بنعمله قدام الزبون ونقدمه في الجو الحر بسعر قليل يناسب ظروفهم المتواضعة. جملة بيقولها عادل 25 عاما الذي ضحى بمستقبله الدراسي وترك كليته من أجل إنجاح هذا المشروع للعائلة، حيث قال: الدراسة مكلفة فسبت الكلية وعملت مشروع أشتغل فيه أنا وعيلتي والحمد لله. شوارع متفرقة وأسواق شعبية مختلفة يعجبها عادل وأشقائه الستة، بما في ذلك الأخ الأزهر الذي يدرس في الصف الثاني الإعدادي طلبا للرزق. كلنا ايد واحدة، انا بسوق الموتوسيكل وهم بيركبوا ورايا ونلف في شوارع كتير، ولما نقف في مكان ابويا بيعمل العصير واحنا بنقدمه للزباين. 3 جنيهات ثمن حدده عادل لكوب العصير الكبير، بينما الازهر منه يباع بجنيهين فقط، ويحرص دائما على عدم رفع السعر عن هذا الحد رأفة بالمواطنين البسطاء، حيث يقول: بحاول أراعي ظروف الناس رغم إن مصاريفي كتير وعندي هالك زي الكوبايات اللي بتتكسر والتنقلات وغيرها، لكن في نفس الوقت الغلابة أكتر وفي منهم اللي مش معايا حتى تمن العصير وربنا بيكرمنا. أما كمال والد الأشقاء فيتمنى أن ينجح المشروع البسيط ويعيش أبناؤه حياة أفضل منه وأن يعملوا بحرية ويصلوا إلى زبائن أكثر في مناطق مختلفة ويطوروا من عربة القصب مستقبلا، حيث يقول: نفسي العربية تكبر وتبقى محل واثنين وثلاثة، ونفسي نشتغل براحتنا حتى لو هندفع فلوس للترخيص. وشكرا للاستماع.